مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نتواصل في هذا الانطلاق صاحبة افضل توقيت هنا كما تشاهدون عبر سيدة القنوات الرياضية قناة ابو ظبي. غزوة للسيد حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، 7:31 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لابو صقر على هذا الفوز والانتصار، واهالي الابيض هناك بولاية المضيب يستاهلون السلام والتحية على هذا الفوز. على بركة الله تعلن هذه الانطلاقة وشوطنا السابع الخاص هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام بالابكار اللقاية المحليات الاصايل. اذكر ايضا بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه، والخاصة بانطلاقة سن الاذاعة هناك الرموز المنتظرة في بطولة الوثبة الثالثة وتسعيرة هجن الرئاسة الثامنة بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة الثالثة من ظهيرة هذا اليوم. اذا مشاهدين الاعزاء كما اذكر ايضا باضافة اربعة اشواط هنا لسن اللقاية بحكم ايضا تزايد الاعداد والمشاركين، وان دل على شيء دل على نجاح هذه البطولة، فشكرا لكل القائمين على هذه البطولة. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام نسير مباشرة الى الصدارة والى المقدمة والى المركز الاول مياسة مفتاح بن علي بن محمد النعيمي من يصل في ثاني في اول المراكز بينما المركز المنصوري، ولكن تحركت حراسة القادمة حراسة حمد بن علي بن عبد الله الحبس القادمة من السلطنة من ميدان الفتح هناك بولاية المضيبي، لها المنافسة لها القوة والتحدي الكبير. ابو علي قادم بكل قوة ولكن خط النهاية يرحب بالثنتين اجمل ترحيب، الغزي البخيت سالم بن بخيت بن راشد المنصوري، وهنا حراسة حمد بن علي بن عبد الله الحبسي خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله التنافس القوي التحدي المثير، الغزيل الغزيل ما زالت الغزيل، ولكن حراسة حراسة والغزيل حراسة حراسة الغزيل الغزيل. تهانينا لسالم بن خيت بن راشد المنصوري بالفوز بالمركز الاول. المركز الثاني الغزيل ايضا حراسة حمد بن علي عبد الله الحبسي. المركز الثالث كان هناك اشعار بن طبازة مع من خلال تواجد الطيار سعيد بن طبازة بالدود العامري. المركز الرابع هناك حملة رقم 72 اللي هي مياسة عبد الله بن سعيد بن احمد الرميث. المركز الخامس خمسة واربعين هناك يبارة علي بن ناصر بن علي الخيالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. اذا هنا مشاهدين الاعزاء توقيت زمني الغزيل راعت الثيل يوم كراسي الرئيس مكتظة باية الناموس مجيل مع سالم بن بخيت بن راشد المنصوري 7:34 جزءا واحدا من الثانية. المركز الثاني هناك حراسة قدمت عرض جميل ورائع من خلال تواجد شعار حمد بن علي بن عبد الله الحبسي. تهانينا لابو علي 7:34 خمسة اجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، مشكور يا ابو تركي. المركز الثالث وصول هناك قادم ورائع من خلال تواجد ايضا هناك الوصول مشاهدين الاعزاء شعار بالدودة وصل 7:38 وفاين وتماما وكمالا. وصول ايضا من الطيارة سعيد بن طبازة بالدودة العامري. تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله.